واه الهيشر واش اخويا؟ يا اخويا وشي واش حكينا عليك باش رومانيا هذا اللي جابونا طيحونا بهم الصور؟ نقول لهم والله لو كانوا يجيبونا رومانيا واستراليا كامل ما تكفيش، رانا مونك خروف. الثروة الثروة الحيوانية فضت، هاو جاب لنا ربي نعت مربي عشبات. اه خير المال، قول لهم اسمع ليا، المال راه ضاع، المال ضاع في الجزائر، نما مو مش احنا الموالة تعكسونا، نما مو تشجعونا، وكي تزيدونا مليون وزوج مش خسارة فينا، باه نطمعوا هنا، عام الجاي اللي قال كان كسب 100 نعجة يدير 200، وبعد عندكم الأرض، والأرض ياسر وترخص المال، أما كيما هكا راح تجيبوا لنا احنا انتوما رومانيا، هاني نروح نحرق رومانيا ونبعث لكم القلم ثم والريح. لا لا جماعة ولا وش يا جماعة؟ اه قال اي والله، خلونا نخدموا بربي إن شاء الله، بربي إن شاء الله، اصبروا معنا عامين ولا ثلاثة، ندير لكم ثروة حيوانية كبيرة إن شاء الله. وتعيدوا باطل وتعيوا وتعيدوا إن شاء الله كل. وخلوكم من رومانيا هذه، عيدوا إلى تاع بلادكم. هاي رومانيا تاع الجزائر. اي والله، سيني رومانيا هذه. تحيا خروفنا تحيا، ورانا مبوزرين والله غير تشوف النخاله القواطين، شوف راني مشقق يديا مبهدل، راني في الشهر ما روحتش لما. يا ودي يا جماعه سعفونا، رانا والو، وليداتنا ما يقراوش، الميزيريه، الغبار، البحر ما نشوفوش، انتم تاكلوا في كورني اكراب 150 يحشوا لكم فيه، وحنا هنا نباتوا في الغبره. الله يهديكم ان شاء الله. تحيا او الشيخ، قول لهم او الشيخ او الشيخ، والله غنباتوا معمرين، باتوا عساسه، دو جروب دو جروب. الله يهديكم. هاي صح.